مساء الفل. النهارده هنتكلم عن خبر كده شفناه امبارح، وهو انه في قريبا برفيوم عمرو دياب كله بقى يتريق وقال لك بريحه الحبايب وحاجات كده. انا شايف ان هي خطوه كويسه جدا، وانا في فيديوهات كتير عملتها من شهور فاتت قلت ان عمرو دياب ليه ما يعملش براند باسمه؟ ليه ما يعملش براند هدوم؟ ليه ما... انا ما جاش في بالي برفيوم يعني، بس ممكن يكون هيبتديها بالبرفيوم زي كريستيانو رونالدو. فدي قلتها من زمان ودي حاجه حلوه، في ناس خدتها بتريقه، في ناس خدتها ان هي بزنس. هو بزنس طبعا يا جماعه، وهي وحاجه انتم متخيلين القاعده الجماهيريه لعمرو دياب، فبالتالي لو 100,000 اشتروا له ده كده عمل رقم، يعني 100,000 من ملايين. بس نتمنى بس ان هي تكون ريحتها حلوه، بس عشان ما مش بعد كل ده نجيبها وتطلع مش حلوه. يعني ده ما فيهاش، ما ينفعش اطبل ليها لو ريحتها مش حلوه من الاخر يعني. فانا شايف ان هي خطوه حلوه قوي انه عمرو يبتدي يعمل انفستمنت، يبتدي يعمل استثمار باسمه كبراند. يعني عمرو دياب تريد مارك دلوقتي، مش مجرد مطرب كبير راجل بركه كده. في مطربين كبار بركه يعني مش مستمر، عايش على الماضي دايما، لكن عمرو لسه شغال، ودي حاجه حلوه جدا. ونتمنى نشوف حاجات كتير من النوعيه دي، اي فيديو كليب لما يبتدي يكون لي ملابس معينه ما يروحش يجيب من براندات، مع ان انا هتعب كده لان انا عارف البراند بتاعه بروح اجيب منه، لكن هيروح يجيب يروح يعمل هو لنفسه الديزاين اللبس بتاعه ويبتدي يحطه كبراند ليه. بس انا الهوا كان هيطيرني انا شخصيا، فانا قلت كده علق على الخبر ده بما ان ناس كتير بعتالي بتقول لي ايه رايك ايه رايك. طب يا جماعه انا لسه ما شمتوش طبعا، بس انا بتكلم كفكره. طبعا لا، فكره حلوه جدا، واتمنى انه يكون في استمراريه بالشكل الاستثماري لعمرو دياب كبراند وكمطرب كبير لسه عنده اكتر من كده بكتير. بس لو عجبك المحتوى بشكل عام اللي انا بقدمه، لو انت على الفيسبوك شير ولايك وفولو، لو انت على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس، واشوفكم على خير. وفي فيديو جامد قوي هينزل النهارده بالليل لعمرو دياب، حاجه رهيبه يعني، استنوا. سلام.